سوني جبالي نقابي شركة تجهيز طيران المغيرة لسوالة تيليك جروب لاتيكوير تخدم الأغبيس مطرودة هنا اليوم في اليوم الرابع شهر من إضراب الجوع ديناه لو دوزنوف على خلفية في عطردنا والاتفاق على طردنا معناتها وإذا أطردنا الاتفاق مع الاتحاد العام التونسي للشغل والإتيكا والإدارة توا عندنا 14 يوم بالنسبة للديريكسيون مير في فرنسا لاتيكوير من ثاني نهار إضراب جوع تحركت وتقلقت حست لي الإضراب هذا ينجم يضرب لها ليماج دو مارك نتاعها سيرتو أن احنا حكايتنا عندها أكثر من عام ونص وإحنا نجريو على رجوعنا على ريانتيغراسيون نتاعنا. بالنسبة على مستوى المنظمة نتاعنا منظمة الشغل الاتحاد العام التونسي للشغل بونجي وزارونا بعد 10 ايام اذا بجو على اساس انه هما قاعدين يحضروا في جلسه صارت جلسه البارح في وزاره الشؤون الاجتماعيه بحضور المكتب التنفيذي الجهوي بن عروس وفما زاد حضر عنصر من المكتب التنفيذي الوطني معها لوتيكا الديريكسيون نتاع الشركه نتاعنا ولكن لم يقع الاتفاق لان الشركه قالت احنا جينا اليوم باش نتفاوضوا كان على قوت لا سبيل اليه كنت تحكيوا معنا ان باش نرجعوا بيت تخدم احنا نعرفوا اللي الشركه مشكلتها النقابه دونك هي ظاهر معناتها ضرب الحق النقابي صارخ حاجه واضحه كنا يقعدوا النقابيات ونحاولوا نرجعوا البنات زوز يخدموا من شركة زيدا كيف شادة صحيح انها مترجع حتى واحد وقالت اقترح كيف في الهبوط ما وقعش الاتفاق وغادروا الناس كل الصالة فما بقية اضراب صدرت اليوم عن اتحاد الجهوي بن عروس زيدا يطالب فيها بعودة العاملات خاطر ما لقيناش تفاوض جدي مستثمر سينس معناتها وقت اللي يجي كان يتفاوض جدي كان وقت اللي يحس صبعه تحت الزرسة برقية إضراب هذه يقع تنفيذها نورمالمون نهار 16 و17 جويلية نتمنى نلقاو حل قبل احنا مش غايتنا الإضراب مي إذا كان ما لقيناش حل نصوم بليجي مع العلم إنه راهو إضراب الجوع مانيش باش نوقف عليه فإحنا ليبوك صارت برقية إضراب وقع إلغائها في غياب النقابة وما كانش الإتفاق جيد وما أنصفناش اليوم أنا نحس إني بإضراب الجوع نتاعي هو الوحيد اللي نجم نحدد به المطالب اسكو وقتاش نجم نقص إضراب الجوع نتاعي كونش وقت اللي نلقى مطالب أنصفتنا إحنا الأربعة المطرودات الطبيب قال لي أنا راني بريء منك ومعناتها جو ديكلاغي اللي راهي حالتك ما يزنيش تواصي بإضراب الجوع تنجمي تدافورة وتنجم تقف كلمة خاطر صعيبة برشا تنجم حتى ما يجيك كريس كارتياك أنا راني ما نتحملش مسؤوليتك نعرف هو الطبيب يعطيه الصحة أما أنا زيد رأيي هما جو سوي أوبليجي إني نكمل في إضراب الجوع وكان صارت لي حاجة دونك معناتها نحمل المسؤولية الأطراف الكل بما الشركة الاتحاد العام التونسي للشغل المنظمات الحكومة العباد اللي قصرت في مساندة الدوسي هذايا وإنا ناخذوا حقنا فإني أنا نحمل مسؤولية موتي كان صارت لي حاجة.